مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد وحلقة جديدة وموضوع كتير كتير حلو ومهم. قبل لا نبدأ في موضوع اليوم ونتناقش فيه بدي بس اقول شغلة مهمة كتير، وهي انه الزواج مش لكل حدا. لازم كلنا نعرف هالمعلومة هاي، انه مش كل حدا في الدنيا هاي طموحه الزواج، او مش كل حدا في الدنيا هاي بيناسبه الزواج. فعشان نعرف إذا الزواج إلنا أو مش إلنا، هذا الموضوع بينطبق يا بنات على النساء والرجال، بس أنا طبعاً رح أخاطب النساء لأنه أنا بعرف معظم اللي بتابعوني هم سيدات. فتسع أسئلة بدنا نسألها لنفسنا رح تساعدنا فعلاً إنه نعرف إنه الزواج هذا إلنا أو مش إلنا، وكمان للناس المتزوجين. التسع أسئلة هاي صدقيني إذا بينكم بين نفسكم تسألوهم لنفسكم ممكن تصلحوا كتير من الوضع اللي أنتوا فيه إذا كان الزواج بمر بأزمة. السؤال الأول بيقول: هل الزواج رح يخليني إنسانة أو إنسان أفضل أو أسوأ؟ يعني بالنسبة إلنا إحنا السيدات، هل الزواج رح يعطينا الأمان؟ هل الزواج رح يوقف في طريق طموحنا؟ هل الزواج رح يخلينا نعمل تنازلات؟ هل الزواج رح يوسع أفاقي أو رح يخليني أعيش في عالم ضيق مغلق؟ فكل الأشياء هاي بدنا نفكر فيها قبل الزواج أو إحنا متزوجين، نعيد حساباتنا مرة تانية. السؤال الثاني هو: هل إحنا اثنين فعلا رح نتقبل بعض بدون ما ندخل في العلاقة الزوجية والعقلية هاي اللي عنا إياها، خصوصا إحنا السيدات، إنه أنا فيني أغيره؟ هل أنت متقبلة الشخص هذا زي ما هو، بعيوبه بميزاته، مش حاطاه مشروع بدك تشتغلي عليه بعد الزواج وتغيريه وتخليه يناسب شخصيتك ويناسب حياتك؟ فالتقبل موجود قبل الزواج. السؤال الثالث هو: هل رح أضل سعيدة بعد الزواج؟ وبدنا ننتبه للنقطة هاي، إنه رح نضل سعداء، إنه ما تفكري إنه أنت الزوج اللي رح يجي لحياتك هو اللي رح يجيب لك السعادة، أو شريك حياتك هو سعادتك مربوطة فيه، أو هو اللي رح يكون السبب في سعادتك. إحنا سعداء لحالنا، فهل شريك الحياة هذا رح يخلينا سعداء مثل ما احنا، ولا رح ينكد علينا؟ هل الزواج رح يكون ورطة بالنسبة إلي؟ ورطة يعني اشي انا مستقة فيه مش رح اقدر اطلع منه. لما تجاوبي على السؤال هذا بدي اياك تجاوبي على اربع نقاط: ان الوقت، لانه لاحظي لما بعد ما تكوني تزوجتي رح يكون الوقت نص بالنص، نص إلك ونص إله، مش وقتك كله إلك مثل ما انت قبل لا تتزوجي. هاي الشغلة انا كتير بتدور في راسي ويعني بفكر فيها كتير، انه الوقت مشاركة. كمان في شغلة انه نتورط، الالتزامات، انا التزاماتي هلا محدودة جدا، مع الزوج رح التزاماتي تزيد، فهل هذا رح يشكل بالنسبة إلي ورطة واكون شغلة مستقة فيها انا مش حباها ما بدي اياها؟ فهي الاشياء ما نغفل عنها، والحب ياخدنا ونلاقي حالنا فعلا بعد فترة متورطين في العلاقة. الشغلة الثالثة اللي هي الحرية، انه اكون انا نفسي مثل ما انا. والشغلة الرابعة هي الاستثمار، انت يعني بدل ما تكوني لحالك وتستثمري في نفسك وفي تعليمك وفي تطويرك، هلا الاستثمار بده يشمل شخص تاني، بدك تستثمري في نفسك وتستثمري فيه وتستثمري في العلاقة. فكل الأمور هاي بدك تفكري فيها قبل الزواج أو تعيد حساباتك وانت متزوجة. السؤال الخامس بيقول: هل في الزواج رح يكون في موازنة balance أو تضحية sacrifice؟ يعني احنا ما بدنا ندخل علاقة نكون في نقدم تضحيات فيها، بدنا نكون الموازنة، انه نتشارك المسؤوليات، نتشارك الطموح، نتشارك بنى المستقبل، نتشارك. بس انا في الشغلة هاي بدي اياكم كتير تفهموني، انا ما بحكي هي 50-50 في تدوير العلاقة والحياة كلها، بس ابدا ما بتكون بالنسبة لي انا 50-50 في مصاريف البيت
والناحية المادية. أنا لسه لعند لحديت هلأ ولحديت آخر يوم في عمري طاقة الرجل الذكورية هي اللي لازم تدير الحياة من الناحية المالية. الست أبدا أبدا ما يكون عليها أي مسؤولية مالية في العلاقة الزوجية، بس أنا بحكي عن المسؤوليات الثانية اللي هي واحد بيعمل كل إشي، واحد ما بيرفع إيد إنه يساعد في العلاقة. هاي هي الشغلة، إنه العلاقة هل رح تكون فيها اتزان توازن ولا رح يكون فيها تضحيات كتير. هذا سؤال مهم لازم نسأله لنفسنا، لأنه قبل الزواج إحنا مسؤوليتنا إحنا بس وما علينا من ولا إشي تاني، بس بعد الزواج الأمور كلها رح تتغير. السؤال اللي بعده، هل في الزواج إحنا فعلا بنقدر نكون عايشين مبسوطين مع بعض، ولا مثل القصص اللي بنسمعهم هلأ في العلاقات الزوجية إنه اتنين بيكونوا قاعدين في صمت مخيف ما بيحكوا مع بعض، او اتنين بيكونوا قاعدين والزوجة اول ما يطلع زوجها من البيت بتحس انه اتنفست الصعداء، او لما يكون عنده اجازة من الشغل وقاعد في البيت تحس حالها انه مش طايقة نفسها بالمرة. فهل فعلا انه رح نكون عايشين مبسوطين مع بعض وحابين انه نكون مع بعض، ولا الزواج رح يخلينا يعني يضايقنا من هاي الناحية؟ وأهم سؤال بالنسبة إلي السؤال هذا اللي جاي بقول هو أنا شو بدي أساساً من العلاقة؟ هل أنا بدي أكون في علاقة وأرتبط وأتزوج لأنه أنا حابة الشخص هذا، مقدرة، بحترمه، فخورة فيه وفي شغله ومنصبه والإشي اللي هو بيعمله، حابة أنه أعيش معه وأكون معه، ولا أنه أنا خايفة أعيش لحالي وخايفة وقلقانة من بكرة؟ كتير مهم السؤال بعد هيك، لازم نسأل لنفسنا قبل لا نفكر أنه نكون في علاقة أو إحنا أوريدي متزوجين، هو هل نظرتنا للمستقبل وحدة؟ هل طريقة تفكيرنا في تقاعدنا وحدة؟ هل خططنا لمشاريعنا المستقبلية وكيف شايفين حالنا وين رايحين بكرة وحدة؟ هل إحنا على نفس الصفحة؟ هل إحنا بنفكر بطريقة مختلفة تماما؟ هل كل واحد فينا شايف تقاعده بطريقة ما بتناسب الشخص الثاني؟ ولا هل إحنا بنفكر بالضبط وشايفين الطريق من منظور واحد ورايحين في نفس الطريق؟ السؤال الأخير بيقول هل بعد الزواج رح أضلني أنا وهو هو؟ لأنه كتير في مشاكل بنسمعها يا بنات، وأنا شخصيا يعني من صديقاتي اللي حوالي كتير سمعت هالشغلة هاي، إنه الوحدة أو الشخص يعني الرجال مش شرط الست دائما بتغير هويتها تماما بعد الزواج، ولما يصير في أي مشكلة أو يقل الحب شوي أو تفتر العلاقة شوي بتصير الوحدة مشتاقة لنفسها. فهل الزواج رح يخليني أغير هويتي تماما عشان أتأقلم وأتناسب مع الحياة الزوجية والحياة الجديدة اللي أنا بدي أرتبط فيها مع الشخص هذا، ولا أنا رح أضلني مثل ما أنا ومرتاحة ومبسوطة ونفسي مثل ما أنا، وهو رح يضله مبسوط ومرتاح وما يغير كتير في نفسه؟ أنا ما بحكي شخص مثل النقطة اللي حكيناها الأولانية أو الثانية إنه نغير بعض، لا، في ناس هم نفسهم بدخلوا العلاقة وبقرروا إنهم طواعية يغيروا نفسهم تماما عشان يتلائموا مع الوضع الجديد. فهل أنا رح أكون من النوعية هاي، ولا رح أحتفظ بشخصيتي وهويتي وأكون مرتاحة جوا العلاقة الزوجية؟ هذا كان كل إشي عندي يا بنات اليوم. بتمنى تكتبوا الأسئلة هاي، تفكروا فيها، تشوفوا إيش أنتوا يعني إيش بدكم من الزواج هذا، وهل هو فعلا الزواج إلكم ولا مش إلكم؟ أتمنى لكم دائما وأبدا أحلى وأمتع الأوقات، وبشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء.